ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض تقرير عن مباريات كأس الأمم الأفريقية ونتائج المواجهات بين المنتخبات المتنافسة في الجولة الثانية وبطولة كأس الأمم الأفريقية. الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بدأت يوم الخميس بمواجهات قوية بعدما انتهت الجولة الأولى اللي شهدت العديد من المفاجآت، وعلى رأسها تعادل المنتخب المصري أمام موزمبيق. واستطاع نجوم كان 2023 خلال الجولة الأولى أن يقدموا لنا أهدافاً رائعة، سواء من تسديدات صاروخية أو من جمل فنية ممتعة. بدأت الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية بعدد من المباريات الهامة واللي بتعتبر نهائيات مبكرة، وبدأت بلقاء المنتخب المصري والمنتخب الغاني، واللي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت أداء قوي من الفريقين. نتيجة المباراة أوجبت على منتخب مصر تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي الذي تصدر المجموعة بعد فوزه على منتخب موزمبيق بثلاثية مقابل لا شيء، ويأمل الفراعنة في الحصول على 5 نقاط ويحقق المركز الثاني والتأهل لدور 16 خلفاً لمنتخب كاب فيردي، خاصة وأن أوراق المجموعة تبعثرت بعد تعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى أمام موزمبيق. فبينما خسر المنتخب الغاني أمام منتخب كاب فيردي اللي حقق العلامة الكاملة من مباراتين وتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. كما أقيمت أيضاً بالأمس مباراة بين بطل إفريقيا النسخة الماضية منتخب السنغال والمنتخب الكاميروني، وانتهت بفوز أسود التيرينجا بثلاثية مقابل هدف، وتأهلت السنغال لدور 16 رسمياً بعد حصوله على 6 نقاط في صدارة مجموعته. كما يلتقي نجمي الأهلي في لقاء قمة عندما يواجه المنتخب التونسي منتخب مالي. منتخب تونس يملك بين صفوفه علي معلول، بينما يملك المنتخب المالي إيلو ديانج. وصعب منتخب نسور قرطاج من مستوى المواجهة بشكل كبير بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام ناميبيا، بينما تفوق المنتخب المالي على جنوب إفريقيا.